علي حال احنا مسيطر عليا انا شكسبير لاني مسيطر علي موت الملكة اللي حكمت 70 عام. اي طبعا 70 عام بس هذايا لازم تعرفوا انه هذايا افضل حكم عاشوه البريطانيين في المدى 10 قرون. راي ملكياتهم ماهيش احسن من ملكيات العرب وماهيش اقدم. والملكية البريطانية يقولوا 10 قرون لكن هذا تأسيس بريطانيا 10 قرون. لكن تأسيس الملكية وقت اللي اخذت كذا ما عندهاش هذا 4-5 قرون. نقطة الحسن الثاني ميكرو عدسة صافية نقطة الحسن الثاني إليزابيث دو زارت المغرب في الثمانينات والمغرب والملك حاب يعمل لها جولة بالقطار في داخل المغرب عنده قطار ملكي حاب يركب فهي اجت وهو جاء متأخر. بعدين يبدو لي بقت في البروتوكول ملكة بريطانيا بقت تستنى. أي سئل الحسن الثاني في ندوة صحفية لماذا تأخرت وكذا. أول تعرف الحسن الثاني كان بليغ جدا مرات إلى حد قال لهم أنه الملوك لا تسأل لماذا. ثم لا يوجد ملك في العالم إلا الحسن الثاني وملك الورق عري. هي طبعا لانه هي اقدم ملكية في الحقيقة هي الملكية المغربية اللي هي من القرن 17 تحكم باستمرار عائلة واحدة. قبلها في ملكية عائلة واحدة قبلها في ملكية عندهم 12 قرن هي عائلات تحكم مستمرة حكم مستقر وبالمغرب بحدوده الموجودة والناقصة.